سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروع الوطن، من هنا من ميادين العزة والكرامة من جبهة نيم شرق العاصمة صنعاء. نرحب بكم مشاهدينا الأكارم أجمل ترحيب، ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا، فأهلا ومرحبا بالجميع. على امتداد مساحة تقدر بنحو 50 كيلومتر مربع، يرابط أبطال الجيش الوطني من منتسب لواء قوات حفظ السلام في ميمنة الميمنة بجبهة نيم شرق العاصمة صنعاء، وهم يسطرون بتضحياتهم وثباتهم وإخلاصهم أروع معاني القيم الدينية والوطنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية واستعادة الدولة المخطوفة ومؤسساتها المختلفة من قبضة ميليشيا التمرد والانقلاب الإمامية التي انقلبت على الدولة والشرعية الدستورية واستباحت الحرمات وانتهكت الأعراض دون وازع من دين أو أخلاق أو ضمير. يؤكد هؤلاء الأبطال الميامين المرابطين في المواقع والمتارس الأمامية في ميمنة الميمنة بجبهة نيم مواصلة النضال الوطني حتى تحرير ما تبقى من تربة الوطن من دنس وظلم وإجرام تلك العصابة الكهنوتية التي أصبحت اليوم في الرمق الأخير، وهي تتكبد الهزائم والخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم من جديد في برنامج دروع الوطن ضمن هذه الجولة والزيارة الميدانية التي نقوم بها مشاهدين الأكارم لتفقد أحوال المرابطين من أبطال الجيش الوطني هنا من على هذه القمم والسلاسل الجبلية من ميادين الشرف والبطولة، تحديدا مشاهدين الأكارم هنا في جبهة النهم شرق العاصمة صنعاء. إلى جوارنا مشاهدين الأكارم في هذه الأثناء العميد الركن ياسر عابد قائد لواء قوات حفظ السلام المرابط هنا مع أبطاله من منتسبي قوات حفظ السلام، والذي يرابط مشاهدين الأكارم على امتداد ما يقارب 50 كيلومتر في هذه السلاسل الجبلية المطلة على محافظة الجوف وكذا على مديرية أرحب في محافظة صنعاء. بداية العميد الركن ياسر عابد، اطلعنا والسادة المشاهدين عن أهمية هذه المعارك الأسطورية والبطولات التي تجترحونها خلال الفترة السابقة وحتى الآن، كما نسمع أزيز الرصاصات ودوي المدافع التي تتكبدها تلك الميليشيات الإنقلابية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بكم ضيوفا أعزاء على هذه الجبهة الذي تعتبر مغيبة تقريبا، هكذا الناس يسمعوا أن الناس واقفين في جبهة نيم، ما مش عارفين ايش جبهة نيم هذا، ولا قد دخلوا هذه الجبال وعرفوا طبيعة الجبال وعورة الجبال. طبيعة الأرض تعتبر جبهة لحالها أكبر من جبهة العدو، لكن بفضل الله ثم بفضل عزائم الرجال الأقوياء الأبطال خاضوا هذه المعارك من مفرق الجوف امتدادا إلى الآن الحمد لله رب العالمين آخر قرية منه إن شاء الله على شرق صنعاء بإذن الله تعالى دخول مديرية أرحب.
عميد الركن ياسر عابد، من خلال مرورنا في هذه السلاسل الجبلية والتي استمرينا فيها ما يقارب الثلاث ساعات تواليا حتى وصولنا إلى الخطوط والمواقع الأمامية، هذه السلاسل الجبلية والطرق الوعرة التي تم استحداثها قريبا تعتبر جبهة بحد ذاتها. أكيد الجبال أنتم شاهدتوها جبال وعرة ما دخلها الكائن البشري نهائيا من قبل، جبال وعرة، جبال شديدة، لكن إن شاء الله الحمد لله رب العالمين عزيمة الأبطال أقوى منها وأكسى من هذه الجبال. استطاعوا الحمد لله رب العالمين اجتياز هذه الجبال كامل، و المرحلة الصعبة والشديدة إن شاء الله بإذن الله تعالى قد تجاوزوها، والآن الحمد لله رب العالمين الأبطال المقاتلين بإذن الله قريب مفرق أرحب إن شاء الله بإذن الله تعالى في الأيام القريبة الجيش الوطني يدخل أرحب بإذن الله تعالى وقريبا إلى صنعاء بإذن الله تعالى. مهما تكلمنا عن أبطال الجيش الوطني لا نعطيهم حقهم أبدا، فلا نقدر حتى أن احنا سنعجز عن وصفهم وعن شكرهم وعن إعطائهم حقوقهم، لكن جزاهم عند أرحم الراحمين. الهدف الذي أوصلهم إلى هنا هو كبير جدا، تحرير وطن، بحث عن حرية وعن كرامة وعن دين وعن وطن وعن عرض، هذه الأمور كلها تستاهل أن احنا نقاتل من أجلها ونضحي بدماءنا وأموالنا في سبيل تحرير هذا الوطن. الميليشيا الحوثية كلنا الحمد لله رب العالمين، يعني الآن الشعب كامل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الغرب إلى الشمال، كل الشعب اليمني كلهم ذاقوا مرارة هذا العدو وعرفوا خبث هذا العدو وإجرامه، يعني انتهك جميع الحرمات، انتهك جميع الحرمات، لا في دين ولا عرض ولا ما عاد احنا متكلمين ايش اذا الناس كلهم عارفين الحمد لله رب العالمين. وبإذن الله تعالى احنا نبشر اخواننا الذين لا زالوا في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، نقول لهم إن شاء الله بإذن الله تعالى قريبا إن احنا سنصل إليكم بإذن الله تعالى، وسنطهر هذه البلاد شبرا 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 بإذن الله تعالى، وهذا وعد من الرجال الصادقين من هذه من جميع الميادين بإذن الله. بإذن الله مهما طال الوقت ومهما طال الزمن سوف نصل إليكم وسنحرر هذه البلاد وسنكتفها من جذورها بإذن الله. يا هذه الميليشيات الذي لا دين لها، لا أخلاق لها، لا قيم لها، تجاوزت جميع بفضل الله تعالى أعمالهم سوف تزجلهم، وبفضل الله ثم بفضل هؤلاء الأبطال هم بإذن الله سيتغلبون على هذه الميليشيات وعلى هذه العصابات المغولية. هذا الذي يحصل من الحوثيين ما سمعنا به الا في ايام المغول والتتر، هذه المجاز الذي ولا كان من اين جوها ولا اعلم، نقول هذه عبور التاريخ امنا بالله، بس الحمد لله رب العالمين باذن الله تعالى عزائم الابطال اقوى من هؤلاء كلهم وستحرر البلاد باذن الله تعالى. بفضل هذه العزائم مشاهدين الأكارم التي يتمتع ويتميز بها هؤلاء الأبطال الميامين الذين وهبوا حياتهم وأرواحهم لله ثم للوطن، وهم يخوضون معركة التحرير فداء للدين والعرض والكرامة التي حاولت ميليشيا الكهوف والكهنوت الإنقلابية أن تسلبها وتفرضها على أبناء الشعب
الشعب اليمني، إلا أن هؤلاء الأبطال الميامين قد عزموا وأقسموا على أنفسهم ألا يبرحوا ولو شبر واحد عن هدفهم المنشود المتمثل في اجتثاث وقلع تلك الميليشيا الإنقلابية، ومن ثم العودة بها إلى جحورها وكهوفها في ملال إيران. يا قوة الشرعية والجيش والهيكة، يا نار الأبطال فوق المنقلب دوكي، يا ساعد حقك الرشاش والشيكة، رحبك ومحاول تنفخ برجيكي، وبشر بنظر نخليك بهاتك مادك، وكل فارس يماني فوقها يدك، وبشر بالأبطال تجعل عيشتك مادك، سلاحنا يكتب البدمار لسلك نيران، تشعى أكوانا في عندكم شكة، المعركة شاهدة وفعلنا تحكي، لا تعلن الموت لإسرائيل وأمريكا، بالكذب لا مات صهيوني ولا أمريكي، لا مات غير البرية من بدت لك، والانتقام من تواريخي ومن ملكي، ودم الأطفال أطهار من دمك وزكا، يا بندق الثغر لا تخطي مراميك، وقسمت بالله ما عالك من كيفك، ربات فرنا ما أن جيشي وتكتيكي، يا قوة الشرعية أهو الجيش والميكا، يا نار الأبطال ما أوكل من قلب دكوي، يا ساعدي حقك الرشاش والشرقة، رحبك ومرحبك من خارج الكيمة، وبشعر بلا مانع خلي جبهتك مالكة، وكل فارس يا ماني فوق هايدك. حياكم الله مشاهدين الأكارم من جديد في برنامج دروع الوطن. طبعا مشاهدين الأكارم، في هذه الجولة الميدانية وللتو وصلنا إلى أحد المواقع من مواقع الجيش الوطني هنا في جبهة نهم، على سقوط هذه الطائرة المسيرة، الطائرة الكرتونية كما تشاهدونها مشاهدين الأكارم، التي تم إسقاطها من قبل أبطال الجيش الوطني، وهي تقوم بتصوير المواقع هنا في جبهة نهم. معنا مشاهدين الأكارم أحد أبطال الجيش الوطني الذين تمكنوا من إسقاط هذه الطائرة الكرتونية المزيفة التي قامت بإرسالها تلك الميليشيا الإنقلابية إلى جبهة نهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لقد تم إسقاط هذا الكرتون اليوم، نعم. الطيران المسير في نهم، نعم. هذا الكرتون الذين يزيفون على الناس ويضحكون عليهم، على الميليشيات حقهم، نحن نقول لهم خذوهم إلى بيوتهم وأعطوهم يلعبوا من في بيوتهم، نعم. أما لن يخوفون هذا الكرتون، هذا الكرتون المزيف الذين يشغلون أنفسهم به باسم المسير، المسير لن يخوفون المسير، نعم. فهذا الجهاز لقد أخذنا وأخذنا الكاميرا منه أثناء سقوطها، فهذا الجهاز أثناء التشغيل هنا يبدأ السير حقهم يزيفون على الناس بأنه يصور، ولن يخوفنا التصوير حقه، وإنما هي مزيكة أطفال، هذا جرس أطفال، أنتم تعرفون أنه هذا جرس أطفال وليس يخوف الناس، نقولهم يكفي تزييف، يكفي ضحكة، يكفي لعب على أبناء الناس، وإنما هو الطيران الخارب، وإنما هي كرتون كرتون كرتون، هذا كرتون تشوفون أنه كرتون، أعطوهم لهم روحهم يلعبون في بيوتهم، لا تغروا على أبناء الناس في الجبهات، وأنا أقولهم يكفي يكفي كذب يكفي، وشكرا. إذن كل تلك المحاولات مشاهدين الأكارم التي تقوم بها ميليشيا الكهوف والكهنوت الإنقلابية
تبوء بالفشل وهي تتلقى الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح. هذه الكراتين أو ما تسميها تلك الميليشيا الانقلابية بأنها طائرات حربية مسيرة تقع اليوم في قبضة أيدي أبطال الجيش الوطني الذين يسطرون بتضحياتهم وإخلاصهم أروع المعاني في التضحية من أجل الوطن والدين والعرض والكرامة. هذه مشاهدين الأكارم الألعوبة الكرتونية التي تتغنى بها تلك الميليشيا الانقلابية وهي تكذب أكثر مما تتنفس. كل تلك المحاولات تبوء بالفشل وهي تتلقى الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح على أيدي هؤلاء الأبطال الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن نتكلم إليكم من جبهة نهم ونحن على أشراف صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى، والتقدم مستمر على مدار الساعة، والآن نحن مستمرون بخطى ثابتة حتى لا نفقد ما حررناه، وأن نعرف أن العدو منهار أمامنا، وأن أملنا بعد الله سبحانه وتعالى في القيادة السياسية نطمئنهم بأننا متمسكون بحبل الله، أننا سنفدي الوطن بأرواحنا وأجسادنا وكل ما نملك من غال ونفيس في هذه المعركة الفاصلة بين الظلم لليمن وبين تحرير اليمن، ونخرجه إلى مستقبل كما نزعمه اليمن السعيد، سيعود سعيدا مبتسما مشرقا لأبنائه، اليمن لأبناء اليمن، ليس للتدخلات الأخرى أو للطفيليات التي تنتشر في اليمن، وإنما اليمن هو ملك اليمنيين، كل اليمنيين، لا نفرق بين جنسية وأخرى، بين محافظة وأخرى، نحن جميعا إخوان أبناء وطن واحد، مظلتنا واحدة، وطننا واحد، رئيسنا واحد، دولتنا واحدة، كلنا تحت قيادة واحدة، نتشرف بقيادة رئيس الدولة عبد ربه ونائبه علي محسن الأحمر، ونقول لهم أننا على العهد ماضون حتى يأخذ الله وداعته من أجسادنا. وأيضا في كل الجبهات هناك تقدمات، وهناك جبهات أخرى فتحت في حجور وغيرها وهي مكملة للجبهة الأخرى. قد يقول قائل لماذا في حجور أنها مستقرة لحالها؟ نقول له إنها جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني، وأنها جزء لا يتجزأ من الأبطال الذين يريدون تحرير الوطن، فأبناء حجور هم إخواننا وأبناؤنا، ونحن نأخذ المعركة هنا وهم يأخذونها هناك، والمناطق في سواء في المناطق الجنوب، في الساحل، في الخامسة، في السادسة، في السابعة، كلنا جسدا واحد، روحا واحدة، سلاح واحد، طلقة واحدة، عدو واحد، هدفنا واحد، هو الوطن، الوطن، الوطن. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الحمد. يا قوة الشرعية والجيش والملك، يا نار الأبطال فوق المرضى نبدأ في ساعد حارك الرشاشة والشركة، رحبك ومرحبا فرق فرجيك وبشر بنفا، نخلي جبهة تكمل خطي كل فارس يا مالي فوقها يدك، ابشر بالأبطال تجعل عيشتك مال، سلاحنا لك في قلبك نار لازال في نيران، تشعر ألوانا عندكم شاك المعركة شاهدة وعلى نادر، لا تعلن الموت لإسرائيل وأمريكا، تركض بلا مات صهيوني ولا أمريكا، ما مات غير البرية من بتتلكى، والانتقام من تواريخي ومن ملكي، ودم الأطفال أطهار من دمك وذكى، يا بنت كثرنا تخطي مغامكي، مقسمت بالله ما عليك من يدي فكا، من بعد فرنا ما أن جيشي وتكتيكي، يا قوة الشرعية أهو الجيش والميكا، يا نار الأبطال فأغفر منك نهتكي، يا ساعة حرك الرشاشة والشرعية.
الشرق محبكم مرحبا من فرحة الجي جي وبشأن أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم من جديد في برنامج دروع الوطن ضمن هذه الجولة والزيارة الميدانية التي نقوم بها مشاهدين الأكارم لتفقد أحوال المرابطين من أبطال الجيش الوطني المتواجدون هنا في الخطوط والمتارس الأمامية في جبهة نيم شرق العاصمة صنعاء. نلتقي مشاهدين الأكارم في هذه الأثناء أحد أبطال الجيش الوطني الذين تركوا ديارهم ومنازلهم وأبوا إلا أن يشاركوا أبطال الجيش الوطني في معركتهم الفاصلة ضد تلك الميليشيا الإنقلابية. معنا مشاهدين الكرام في هذه اللحظات الوالد الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت مرابط هنا برفقة أولادك وإخوانك من أبطال الجيش الوطني في ميادين العزة والكرامة، شعورك وانطباعك وكيف وجدت معنويات أبطال الجيش الوطني؟ وجدت معنويات الأبطال في خير وفي عافية وفي صحة وفي شجاعة كبيرة، والتحقت بهم من أجل إحياء الوطن ومن أجل الثورة الوطنية ومن أجل هذه الردة الخبيثة التي قامت منها، وأنا أحاربها منذ عام 82، لأني وصلت إلى مرة وعادي ما قلت تذكر، ووصلت وأعطاني السيد بدر الدين الحوثي كتب وأعطاني نسخ من هذه الملازم حقهم، فوجدت أنهم يلعنوا الصحابة ويسبوا عمر بن وأبا بكر وعثمان، وتدخلوا في أشياء في الإسلام ويغيروا في القرآن ويغيروا في كل حي. فوصلنا إلى هناك وتنازعتنا وحسين بدر الدين الحوثي وتقاتلنا نحن ويا مقتيل. فبعد ما تقاتلنا نحن ويا وصلنا إلى حل وقالوا يردوا لي جواب ضد السنة، فوصلنا إلى الديوان حق حسين قثاية والدولي كتاب الثقلين، كتاب الثقلين ما أحمله لا قعود، فبيسبوا فيها الصحابة ويسبوا فيها المسلمين وبيسبوا فيها تدخلوا فيها أشياء ليس لهم فيها أحد. رديت عليه وادالي شعر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قالوا يسب الصحابة، فجوبت عليه فالشعر حقه، قلت أكتب إجابة رد لا مرة لا صاحب الكتبي، أول إجابة أقول مرفوع بالتعصيب والنسبي، أول إجابة كيف هذا الذكر والعجبي أن الإله الجليل أرسل محمد إلا إلى بني هاشمي وزاب العرب والعجمي وهو من التصنيف والتعصيب والكتبي، الله أرسل رسول سماه باسم محمد بحمد الله لا باسم زيد ولا بعلي، لا تلعلوني أبو بكر ولا العمري قد وضح الله في القرآن سيرتهم، لا في كتاب السقيفة ولا في حضرة القيمي، لا تفتر الزور والبهتان والكذب يخزيكم الله محزى سجاح معام سيلمة أبو لهبي، أستغفر الله في قولي وفي عملي، مقصد بقولي بالخطايا في محمد ولا في علي ولكنهم كادت التضليل في عملي، لكنه من كتاب الهون اللي يشرشف على كبدي، لو كان محمد نبيا إلا في بني هاشمي ما من علي بن فضل نبي في خزاعة وفي اليمني، لكن لا فضل إلا من هاجر ومن آزر ومن ناصري، لا فضل في التنسيب والتعصيب في الكتبي، لكن نرجع إلى القرآن وبه نكتفي ونشوف قول الإله وبه نرتضي، وإن مرادكم إلا النسب فإن أبو لهب هو أقدم منكم للنبي. يا مدعي للسيادة خاف من ربي، كان من قوم موسى يقولون نحن من أحبة الله من بني ربي، رد الجواب زير فالقرآن من ربي، فلما يعذبكم يا صمة الكفر، ما ترقوا إلى العرش وأنتم من بني ربي،
أخشى عليكم مثل هذا الجواب والحساب فردي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نرحب بطاقم قناة عدن الفضائية إلى مواقع العز والشرف والبطولة، جبهة نهم، جبهة إلى أبطال الحرية، وبين أبناء أخوانهم أبناء الجيش الوطني، ونرحب بهم أجمل ترحيب، ونقول لهم هؤلاء الأبطال اليوم يعيدون للجمهورية ألقها ومجدها، وبإذن الله سبحانه وتعالى تتحرر كل بقاع كل الأرض اليمنية الطاهرة من رجس المجوس، ومعنوياتنا عالية جدا، وننتظر فقط الأوامر وحسب الخطط المرسومة لتحرير ما تبقى من الأرض اليمنية. ونحن اليوم على مشارف أمانة العاصمة وليس صنعاء. صنعاء نحن في صنعاء منذ أكثر من عام ونصف، لكن نقول نحن على مشارف أمانة العاصمة وفي أطراف مديرية أرحب، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بعد أيام قلائل وما هي إلا أيام ونحن في أمانة العاصمة، لنقول ونقول القيادة السياسية عليكم أن تدعموا أن تقفوا إلى جانب أبطالكم في الجيش الوطني، هم أمل الله، هم الأمل، أمل الشعب اليمني لتحرير ما تبقى من الأرض اليمنية. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولقيادنا السياسية التوفيق والعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نرحب بكم، أهلا وسهلا بكم، شكرا على زيارتكم، نشكر قناة عدن الفضائية لبث هذا الإعلان المباشر الذي في مواقع العز والشهامة والبطولة والكرامة، ونقول لهم والله نحن ذن كل ون النمل صامدون صمود الجبال الرواسي بإذن الله تعالى. ونحن في هذه المواقع يعني سائرين العون الله عز وجل، ندافع عن الدين والعرض، وما هي إلا إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. والله أكبر ولله الحمد، والله أكبر ولله الحمد. حياكم الله مشاهدين الأكارم من جديد في برنامج دروع الوطن في هذه الجولة والزيارة الميدانية التي نقوم بها وإياكم مشاهدين الأكارم لتفقد أحوال المرابطين من أبطال الجيش الوطني الذين يذودون عن حياض الوطن وكرامته ضد فلول وأزلام تلك الميليشيا الانقلابية.
معنا مشاهدينا الأكارم في هذه الجولة والزيارة الميدانية مراسل قناة الإخبارية السعودية الزميل الصحفي محمود الحميدي كي يحدثنا وإياكم مشاهدينا الأكارم عن هذه الزيارة والروح المعنوية التي وجدناها لدى أبطال الجيش الوطني. طبعا تعد جبهة نهم هي من أهم الجبهات المواجهة للميليشيا الانقلابية والتي لقنتهم دروس كبيرة. امتداد هذه الجبهة على مسافة أكثر من 120 كيلومتر استنزف كثيرا من قوات الميليشيا الانقلابية، استنزف كثيرا من قادتها. زيارتنا اليوم لهذه الجبهة مع محافظ محافظة صنعاء والتقاءنا بالمقاتلين في الصفوف الأولى وأيضا بقائد المنطقة العسكرية السابعة وبقادة الألوية والوحدات العسكرية، وجدنا أن الروح المعنوية عالية لدى الأبطال وأن الانتصارات سوف تتوالى خلال عملية نصر 3 التي يتم التحضير لها من قبل الجيش الوطني وبمشاركة التحالف العربي. المعنويات عالية لدى المقاتلين، نتمنى أن تتحرك جميع الجبهات بالتوازي لكي يكون النصر كبير ولكي تكون الكلفة البشرية أقل على الجيش الوطني وتحقيق النصر في أيام معدودة إن شاء الله. الزميل محمود الحميدي، وأنت تقوم بعدة جولات ميدانية إلى مختلف جبهات القتال سواء في محافظة البيضاء وجبهة سرواح، كيف وجدت التضاريس الجبلية التي تتميز بها جبهة نهم عن بقية تلك الجبهات الأخرى؟ بالتأكيد سواء جبهات نهم أو جبهات سرواح أو جبهات محافظة البيضاء هي جبهات مختلفة التضاريس. في البيضاء وقبلها شبوة كانت هناك تضاريس، بدأت بالتضاريس الصحراوية من مناطق عسيلان حتى اتجهت الجبهة نحو مناطق جبلية وعرة، لكن الطبيعة الجغرافية لمديرية نهم تختلف جذريا عن كل الجبهات الأخرى. الجيش الوطني حقق انتصارات كبيرة، الصعود إلى قمم هذه الجبال تعد بطولة بحد ذاتها، الثبات وسط هذا البرد القارص الذي تشهده الجبهة وأيضا وسط الحشد الكبير الذي تفرضه الميليشيا هنا في جبهة نهم يعتبر معجزة، لكن الجيش الوطني سيواصل المسير بإذن الله وسيتم تحرير الوطن. هذه الجبهة الأقرب للعاصمة صنعاء، نحن على بعد أقل من 30 كيلومتر من وسط العاصمة صنعاء. ستكون هذه الجبهة بإذن الله هي الطوق الذي يخنق الميليشيا الانقلابية إذا تحركت بشكل جدي خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. ومعنا مشاهدينا الأكارم في هذه الجولة وهذه الرحلة التي تتابعونها في هذه الأثناء، معنا مشاهدينا الأكارم الزميل الصحفي محمد الحريبي أحد منتسبي الجيش الوطني ومنتسبي دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع الذي يقوم بمرافقتنا في هذه الجولة الميدانية ويطلعنا عن ماذا وجد وكيفية تلك الرحلة والزيارة الميدانية. الزيارة الميدانية قاعدة تطلع على معنويات المقاتلين الذين يعدون الآن لمعركة حسم لمعركة نصر 3 التي يسعى الجيش الوطني من خلالها إلى تحرير العاصمة صنعاء واستكمال إعادة مؤسسة الدولة إلى حضنها الحكومة الشرعية. ومعنويات المقاتلين عالية وبإذن الله سيتحقق النصر على هذه الميليشيا الانقلابية قريبا بإذن الله تعالى. لا شك أن مشاهدينا الأكارم لوسائل الإعلام المختلفة الداعمة والمساندة لأبطال الجيش المعنوي، معركة بحد ذاتها توازي العيارات والمدفعية التي تقوم بتلقين تلك الميليشيا الانقلابية وتكبدهم الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى ونشكره على أن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا المجيء إلى هذه المناطق، وإن كانت وعرة وإن كانت متعبة إلا أن لنا الفخر والشرف لأن نحن في هذه الأماكن مؤمنين للمساكين، مؤمنين للضعفاء، وأمل يبعثه الله إلى عند الله
المأسورين أن في لنا هناك أخوة في هذه الجبال مرابضين وجاهزين ومستعدين للتقدم لنخلص من هذه الميليشيات الذي يعني أضاعت البلاد وأضاعت العباد. فنحن لا نحس أن احنا هنا مرهقين أو متعبين، بل يعني المعنويات مرتفعة والشباب يعني معنوياتهم مرتفعة وثابتين ثبات الجبال هذه رغم الظروف، إلا أننا نحس أن لنا هنا واجب يجب علينا أن نؤديه نحو إخواننا، وليس لنا مثلا من أو فضل أو كذا، لأن هذا أوجب الله سبحانه وتعالى علينا أن نكون بهذه المناطق، لأنه إذا حصل هنا تقهقر أو تخلي ضعف يعني إخواننا في الخلف وضعف الناس الذي يعني يسعى كل واحد بعد مصالحه وبعد مكاسبه، فإحنا هنا نحس أن إحنا بنأتي واجب من الله سبحانه وتعالى أوجبه الله علينا مع باقي الوحدات المرابطة في هذا، ونحن جاهزون متى ما أتى الأمر من القيادة السياسية بالتقدم الأفراد مع كل العتاد والعدة جاهزة للتقدم حين يأتي الأمر من القيادة السياسية. ورسالتي إلى الناس المغرر بهم والناس اللي يزال تحت يعني جمع الميليشيات أن يثقوا بأن الله سبحانه وتعالى قادم والحق منتصر مهما يكون الأمر، إلا أنه يحتاج إلى تكاتف وتعاون من الجميع، لا يصلح إلا أن يتعاون الجميع علي في الداخل ولي في خارج تحت الاحتلال أو يعني في الأماكن المحررة، يكون عندهم إحساس أن هذه الميليشيات لا يجمعها إلا رجال صادقون واثقون بنصر الله تعالى. النصر يبدا عيدنا للمعركة تحشيدنا وللصفوف توحيدنا من أجل تحقيق المنى المعنوية عالية المعنوية عالية نور والثقة الكل حاضر بندقة في كل جبهة ومنطقة نعشق ميادان القتال المعنوية عالية المعنوية عالية نتحسب وهننسب النصر يروح ويقترب الانقلاب المعنوية عالية المعنوية عالية ظهر القيادة نقتدي يا صفوف توحدي نصد كيد المعتدي عبر الصحاريب والرمال المعنوية عالية المعنوية عالية للمعارك بانقود لك يا وطن حنا جنود واليوم أثبت الوجود فوق المواقع والجبال معنوية عالية المعنوية عالية لازم نضلي بعدهم ضد التمرد ضدهم نوقف لهم ونصدهم نوقف لهم نوقف رجال معنوية عالية المعنوية عالية من أجل مجدك يا يمن صمودنا عبر الزمن صمود لأجلك يا وطن نحمي جنوبك والشمال معنوية عالية معنوية عالية لأجل القلوب ظلها لأجل الحضارة وصلها كل الميليشيات كلها محال تراجع محال معنوية عالية معنوية عالية والناصر يبقى عيدنا للمعركة تحشيدنا وللصفوف توحيدنا من أجل تحقيق المنى المعنوية عالية من على هذه القمم والسلاسل الجبلية في جبهة ميمنة الميمنة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء نصل وإياكم مشاهدين الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج دروع الوطن، حتى الملتقى في حلقة جديدة ومن جبهة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رجال من يطلب العزة يقاوم والبنادق حيلة تطرح ما تساوم ايش من خير الرجال بالنصر قادم كلنا من أجل عزك يا بلادي كلنا من أجل عزك يا بلادي انطلق للحرية صوت البنادق والسكن والعيش في وسط الخنادق I'm gonna
السابق.